وتسجيل هذه الوقفة في إطار هذا كما كتعرفوا هذا الارتفاع الصاروخي اللي كتعرفوا المحروقات، واللي حنا كمهنيين صراحة لأن كساوينا بهذه الزيادة هذا الارتفاع الصاروخي في الأسعار، وتنطلبوا يعني من الجهات المعنية ومن الحكومة على الأقل يكون واحد السقيف ديال فيما يخص المحروقات، لأن المهنيين صراحة يعني يعني دابا بريسك يعني 10 درهم 80 10 درهم 70 بالنسبه للمهني، يعني ما هذه الزياده شويه اثرت على الدخل ديالو، على لان على الاقل دابا بالنسبه للبريز ديال المهني زادت واحد 30 حتى 40 درهم يعني بالنسبه للبريز ديال السائق. وفي هذا الاطار تجي هذه الوقفه هذه اللي غير من باب يعني لان صندوق وقيلا راه كنفتحوا باب الحوار مع بعض النقابات، ولحد الساعه ما كاينش شي نتيجه يعني اللي كانت حنا كنتسناو. ربما من هنا كاين اضراب، غادي يكون اضراب ان شاء الله نهار 7 مارس، والى ذلك الحين حنا كنتسناو ولا كان شي تجاوب مع الحكومه راه حنا مستعدين ان يعني ما اخر اجتماع ما بين النقابات وحتى مع فعلا تماما شنو لا لحد الساعه يعني ما كانش شي رد يعني اللي هو كان تشاور، ولكن حتى الساعه ما كاينش شي يعني شي موقف اللي هو في انتظار يعني يوم الاضراب مازال مفتوح، ريثما ان يكون يعني شي تجاوب من طرف الحكومه على الاقل يعني تكون هذه المساله ديال السقف. انه لم يتم قبول طلب ديالكم وتم استمرار على نفس هذا الثمن هذا ديال البنزين، واش غادي يكون زياده على المواطن؟ لان المواطن هو راه كتسوى بهذه الزياده الصاروخيه، لان بقينا تنزيدوا على المواطن لانه اللي تيأدي الفاتوره في المستهلك واللي تيأدي الفاتوره، لذا حنا راحنا مصعدين والاضراب مازال مفتوح ديال 7 مارس، ونتمناو يعني يكون تجاوب من طرف لحد الساعه ما كاينش يعني هذه النقطة مازال ما ناقشناها شيء، ما تنظنش أنها غتكون زيادة على المواطن، ولكن إذا استمرت الأسعار يعني في هذا الارتفاع راه تنظن غتكون زيادة في الاتحاد الوطني للنقل. كما كتعرفوا هذه الوقفة هذه وقفة احتجاجية سلمية إنذارية من أجل توصيل واحد الرسالة للجهات المسؤولة لرفع الضرر في هذه المحروقات اللي كانت واحد الزيادات ماشي زيادة زيادات صاروخية بالنسبة اللي أثر واحد الجانب سلبي على السائق المهني. بحكم القرار ديال الحكومه السابقه في اطار الدعم يعني الملف السائق المهني في اطار الغازوال، يعني كان قرار خرج ولكن للاسف يعني تجمد، وكنا كنستبشروا خير يعني من هذه الحكومه الجديده على اساس تفعيل هذاك القرار اللي كان جات به الحكومه السابقه من اجل الدعم ديال الغازوال المهني، ولكن للاسف لم يرى النور لحد الان. هناك يعني سؤال يعني بين يعني الشرطين، وهو الشرط الاول انه يكون الدعم التسريع ديالو، والشرط الثاني هو هيكله القطاع وتقنيني. انا اليوم كناشدوا يعني هذه كما قلنا وقفه، وكانت وقفات يعني من عده نقابات، وهذه وقفه كذلك امام محطه عين السبع من اجل يعني كنقولوا واحد الميساج يوصل يعني للجهات المسؤوله، ماشي جهه واحده، الجهات المسؤوله لقطاع سياره الاجره، لان السائق المهني اليوم كيعيش الامرين، لا الظروف الاجتماعيه ولا الظروف المهنيه، بحكم ان السائقين المهني كيشتغلوا يعني بالغازوال، يعني الغازوال هو المدخول ديالهم اليومي اللي كي بحال قلتي كيستثمروا في هذاك الغازوال يكون يومي، ولكن للاسف كانت زياده كنتقاسموا دابا المدخول مع المحطات ديال الوقود، وكما قلنا يعني كاينه ظروف اجتماعيه اللي خص الدوله او الجهات المسؤوله تسرع يعني بدعم هذا الغازوال المهني. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.